وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري. سيد عامر، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة عبر الهاتف. بداية، حدثنا عن تفصيلات الحالة الجوية المتوقعة للأيام المقبلة، وإلى أي حد من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم العزيز ومساء جميع مشاهديكم ومتابعيكم الكرام في قناتكم المنقره. حقيقه فيما يخص ارتفاع درجات الحراره، مثل ما نوهنا سابقا، هي بسبب امتداد المنخفض الموسمي الحراري اللي بدا تقريبا تعمق ماله، اعتقد احنا تقريبا صدر يوم الاحد الماضي، اللي بدا تعمق ماله من يوم الاثنين، وكان تقريبنا واضح بتعمق المنخفض اللي كان قادم من جنوب شرق اسيا، من درجات الحرارة توصل من 45 إلى تقريبا 51 درجة مئوية. فأغلب مناطقنا الجنوبية سجلت تقريبا 51 و 50 درجة مئوية، حتى العاصمة بغداد، اليوم العاصمة بغداد سجلت 50 درجة مئوية. فلذلك حتى درجات الحرارة المسجلة اللي تم تسجيلها ظهر هذا اليوم كانت تشير إلى أكثر المناطق مثل كربلاء، واسط، البصرة، الناصرية، قد سجلوا 50 51 درجة مئوية، من ضمنهم محافظة ميسان. احنا كان توقعاتنا حتى تقريبا بان نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله تقريبا يقل تعمق المنخفض الموسمي الحراري اللي تشكل هذه الاراضي الهنديه، فاحنا نتوقع درجات الحراره حتى هذا الصيف نتوقع ان تصل الى 52. من المتوقع يوم غد ان شاء الله ان نتوقع ان تكون محافظاتنا الجنوبيه احدى المحافظات تصل الى 52 درجه مئويه. هذا الارتفاع هل سينعكس على درجات الحراره في اقليم كردستان ايضا؟ تقريبا حتى اقليم كردستان، احنا حتى درجات الحراره في اقليم كردستان يعني تتراوح ما بين 42 الى 48، يعني اقليم كردستان رغم ما سير بارتفاع درجات حراره ولكن نوعا ما هناك فرق ما بالنسبه للموقع الجغرافي لمنطقه اقليم كردستان، يعني موقع الاقليم غير عن المناطق الجنوب والوسط، لان دائما ما اللي بتاثر هي مناطقنا المفتوحه والصحراويه اكثر شيء هي الجنوبيه وبعض مناطق الوسط. هل سترتفع نسبة الرطوبة في بعض المناطق أم سيكون المناخ جافا خلال هذه الموجة؟ والله لحد هاللحظة ست العزيزة احنا بنشوف يعني الرطوبة نوعا ما لا أكو ارتفاع، هي دائما واصلة في محافظاتنا الجنوبية خاصة في محافظة البصرة، من أكثر المحافظات اللي تتأثر بها الرطوبة هي محافظة البصرة، دائما ما يعني تكون تركيز على محافظة البصرة بالنسبة لموقعها الجغرافي. هل من أمطار صيفية متوقعة؟ إن كانت هناك أمطار صيفية ست العزيزة ستكون زخات خفيفة مثل ما صارت قبل يومين أو ثلاث، بعض الزخات الأمطار الخفيفة اللي صارت في أعتقد في منطقة في الرمادي، صارت بالأنبار وصارت في بعض مناطقنا الوسط، ولكن هذه ضئيلة جدا، يعني فقط هيك زخات نزمة نسميها لوضع دقائق ثم تنتهي، يعني غير مؤثرة حقيقة. ممتنة كثيرا لك على هذه التفصيلات، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، شكرا جزيلا لك. ومع دخول موجة الحر، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري جميع مفارز الدفاع المدني إعلان حالة الإنذار جيم لمدة 3 أشهر لمواجهة الحرائق والتعامل مع الحوادث الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة. نصف درجة الغليان أو أعلى منها تسجلها 7 محافظات على الأقل بدءا من يوم غد وفق ما أعلنته هيئة الأنواء الجوية. مدير إعلام الهيئة عامر الجابري قال بدوره إن من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة خلال موسم الصيف 50 درجة مئوية، وقد تصل إلى 52 درجة كما حصل في العام الماضي. وسجلت مدن ومناطق عراقية عدة خلال هذا الأسبوع ضمن المناطق الأعلى في معدلات درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث تراوحت درجات الحرارة فيها ما بين 48.5 إلى 50 درجة مئوية، منها في العمارة والناصرية والرفاعي والبصرة وكربلاء والنجف وميسان. مديريات الصحة في محافظات عدة أصدرت تحذيرات من تأثير تعرض الأطفال وكبار السن لأشعة الشمس المباشرة، ونصحتهم بعدم الخروج من المنزل ما بين 10 صباحا والرابعة عصرا إلا في حالات الضرورة القصوى. كما نصحت مديريات الصحة بتجنب المشي والرياضة خلال تلك الفترة، وأوصت بشرب الكثير من المياه والسوائل.
وتزامنا مع ذلك وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بدخول جميع مفارز الدفاع المدني بالإنذار جيم لمدة 3 أشهر كإجراء احترازي في مواجهة أي حرائق قد تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة. ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف الكثير من حوادث الحريق التي تندلع في أماكن تجارية وصناعية وفي المباني والمؤسسات الرسمية، وتقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية. وينضم إلينا من مكتب علاقات وإعلام الدفاع المدني العقيد حسام حمدان عبد الله. عقيد حسام، أرحب بك معنا عبر الهاتف إلى هذه النشرة. حدثنا عن الإجراءات المتخذة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والمخاوف من تداعياتها كالحرائق. شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم ومشاهديكم الكرام. أولت مديرية الدفاع المدني كافة الاحترازات من خلال إصدار الإرشادات والتوصيات الخاصة بفصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة العالية، مثل ما أشرتم في التقرير أنه هناك مناطق في العراق في الناصرية والبصرة والنجف وكربلاء ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من نصف درجة الغليان، وهذا يسبب لنا في بعض المواقع حوادث حريق، وكذلك هذه الحوادث حريق التي تنتج عنها خسائر بشرية وكذلك خسائر في الممتلكات العامة والخاصة. اليوم مدير الدفاع المدني عبر هذه التوصيات والإرشادات، وكذلك كان اليوم اجتماع لمعالي وزير الداخلية المحترم في مقر مديرية الدفاع المدني بحضور المستشار الفني الوكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وسيد مدير الدفاع المدني، وكذلك مدير إدارة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وعبر حلقة تلفزيونية مغلقة مع مدراء المحافظات، حيث كانت هناك توجيهات أنه تسخير كافة فرق الدفاع المدني وإدخال جميع المفارز الدفاع المدني إنذار جيم لتحسب لأي طار لا سمح الله أو حادث حريق يكون في بغداد والمحافظات، وتسخير كذلك المرور من خلال فسح المجال أمام عجلات الدفاع المدني إذا صار حادث حريق، وكذلك القوات الماسكة في كل منطقة كذلك النجدة، أولى أهمية كذلك على مسألة التوعية الإعلامية من خلال القنوات الفضائية من خلال المنصات الإعلامية، وكان اليوم أنتم منصة الحرة عراق كان لكم فضل في هم في نشر التوصيات والإرشادات الخاصة بالدفاع المدني حول تجنب حصول حوادث حريق، وتعرفون هنالك كثير من الحوادث حصلت في الأيام الماضية، لكن اليوم احنا من خلال توجيه دولة رئيس الوزراء أنه الاهتمام في توعية المواطن، اليوم المواطن هو شريك مع فرق الدفاع المدني في إجراءات التوعية والإرشادات، ونحن خلال أطلقنا حملة، هذه الحملة واسعة من خلال لجان. عقيد حسام، كان عندي سؤال، يعني بالإضافة للحرائق ما هي الحالات الطارئة التي من الممكن أن تتسبب بها درجات الحرارة المرتفعة؟ على سبيل المثال أنت تعرف المواطنين العراقيين دائما ينزلون يسبحون بنهر دجلة كل ما ترتفع درجات الحرارة وكهرباء ماكو، هو يصير حالات غرق. الدفاع المدني مسؤول عن هذا الموضوع؟ عندكم خطة استراتيجية معينة؟ أحسنتم، هذا سؤال جدا مهم ومن ضمن التوصيات والإرشادات اللي تم نشرها عبر المنصات الإعلامية ومنصة الحرة عراق، أنه أولينا أهمية إلى أنه تحذرنا من سباحة الصبيان أو الشباب في الأنهر إلا المناطق المؤمنة، وكذلك منعنا هذه الحالة لازم أن تكون هناك في المسابح الأولمبية اللي هي توجد فيها. سجلنا حالات معينة غرق في بعض المحافظات، لكن احنا بالتعاون والتنسيق مع الشرطة النهرية يعني كانت هناك توصيات يعني من قبل مديرية الدفاع المدني حول يعني عدم السباحة في هذه الأنهر، كذلك عندنا في مديرية الدفاع المراكز النهرية سوينا جولات حتى على الجازينوات على المرافق اللي موجودة المرافق السياحية،
منعنا حتى السباحة وكذلك حتى اصطياد الأسماك هنالك في هذه الفترات. من خلال هم كذلك تذبذب الطاقة الكهربائية. اليوم احنا المواطن المشكلة اللي هو يعاني منها هو تذبذب الطاقة الكهربائية، مما تسبب في حالات الحوادث الحريق. الأسلاك المتدلية اكو تنسيقنا مع دوائر الكهرباء في بغداد والمحافظات انه استقرار الطاقه الكهربائيه وعدم يعني هناك حوادث. يعني مدير الدفاع عمل سجلت 60% من الحوادث الحريق هي تماس كهربائي. شكرا يعني جزيلا. واضح، ممتنة كثيرا لك على تواجدك معنا عبر الهاتف من مكتب علاقات واعلام الدفاع المدني العقيد حسام حمدان عبد الله. شكرا جزيلا لك.